اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا فرجت عنا. اللهم ارحم موتى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرفها صرفها إلى طاعتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك،
نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ ولاة أمورنا اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.